يا سلام، ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. الريحة يعني تهبل تجنن، ما بالك بقى الطعم، يعني ما شاء الله الله أكبر. نجربه، يلا ندوق. تحفة تحفة، يلا بينا. طب المقادير معانا عبارة عن بصلتين مفرومين في الخلاط، وعندنا جزرتين مفرومين في الخلاط، تمام، ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة الدهن قليل، كيس شعرية صغير، الطاجن فاضي عشان نشتغل فيه، تمام، ومعانا معلقتين كبار ديميجلاس أو صوص لحمة بيتباع عند العطار متاح، معلقة جنزبيل كبيرة، ومعلقة ملح كبيرة، ومعلقة زعتر صغيرة، زعتر باودر أو زعتر فريش المتاح معاكم. طب دلوقتي هننزل بالزيت عشان نقدر نحمر الشعرية، هنحمر الشعرية كويس عشان ونحاول ما نحرقهاش، وبعد كده هنشيلها وننزل باللحمة نشوح. ودلوقتي هننزل باللحمة نشوحها على النار، هنحاول نخلي النار عالية معانا على طول، وبعد كده ننزل بالبصل والجزر. نزلنا بالبصل اهو، ننزل بقى بالجزر ونقلب كويس، وبعد كده هننزل بالتوابل. دلوقتي هننزل بالتوابل على اللحمة وهنقلبها كويس. طب دلوقتي هننزل بالصوص الدمجلاس في مية دافية في الخلاط وهنضربه كويس، نتأكد ان احنا نضربه كويس اهم حاجة عشان ده بيكلكع لو ما ضربش كويس، وبعد كده هننزل بيه على اللحمة. شايفين المنظر؟ دلوقتي هننزل بالصوص على اللحمة ونقلبه كويس ونزوده مية كمان. هو هيتقل معاكم شوية بس عادي، مفيش مشكلة خالص، هو ده طبيعته. هننزل بالشعرية بقى ونقلب، وبعد كده هننزل بالايه، بشوية مية عليه ونقلبه كويس. انا عايز اقول لكم الصوص ده تحفة في الاكل. وبعد كده هنجيب الطاجن، هننزل بيه في الطاجن، وبعد كده هنقلبه تاني كويس ونشوف محتاج مية، لو محتاج مية هنزوده مية كمان. نحاول نخلي المية ايه كتيرة فيه شوية عشان هيقعد بالظبط ربع ساعة في الفرن. هنغطيه بقى دلوقتي وندخله الفرن. شايفين المنظر؟ طح هي كمان لسه ما استوتش. هنغطيه بقى دلوقتي وهندخله الفرن ربع ساعة على درجة حرارة 180. احنا دلوقتي دخلناه الفرن على درجة حرارة 180 وهنسيبه ربع ساعة وهنبص عليه كل شوية بقى. تحفة تحفة.